محاضرة الثامنة الجزء السادس منها، ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة عند أكثر أهل العلم سنة أكدة، لا يتخلف عنها من الذكور المكلفين اللي هو العاقل البالغ الراشد، لا يتخلف عنها إلا لغير عذر قاهر، وإلا كانوا يتهمونه بالنفاق أو ضعف الإيمان. روى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ويجوز أن تقول سنن أو سنن الهدى الاثنين. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد، يذهب يعني، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني اثنين يحملاه، يضع يده على كتف هذا والثاني ويده الأخرى على كتف الثاني، إلى أن يذهب به حتى يقام، يذهب به المسجد حتى يقام في الصف. في رواية أخرى لمسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. جابر رضي الله عنه في مروى أحمد والطبراني يقول: أتى ابن أم مكتوم اللي نزلت في سورة عبس وتولى، وهذا مبصر، أي لا يرى، يعني ضرير كفيف يعني. أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن منزلي شاسع بعيد، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان. فقال: إن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا، لابد أن تجيب. من هنا قالوا أنه سنة آكدة، طبعا عند الحنابلة واجبة، عند الحنابلة واجبة. في رواية الطبراني عن أبي أمامة قال، يعني ابن أم مكتوم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني، يعني خلاص عمره كبر وتقدم به السن، ورق عظمي، ضعفت وذهب بصري، ولا قائد لي يلائمني قيادة إياي، ما عنديش قائد، القائد اللي عندي هذا لا يرأب بي ولا يطوعني في كثير من الأحيان، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ يعني كل هذه دفوع تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الرخصة أن يصلي في البيت. فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. يبقى صلاة الجماعة سنة أكيد، لم يقل بوجوبها إلا الحنابلة. وحكى الشيخ علي طنطاوي في أحد كتبه أن شيخا من شيوخ الأزهر كان متمذهبا بالفقه الحنبلي، وهذا ليس كثيرا في الأزهر يعني، وكان دائما يحافظ على الصلاة في المسجد. وكان هذا الرجل في قصته عجبا يعني، هذا الرجل كان من عادته أن يصلي في المسجد دائما، وكان حياته كلها يذهب إلى الأزهر يعلم ثم يعود إلى بيته. وفي الأزهر كان المسجد الجامع، كان فيه الجامعة، يجلس تحت كل عمود كده، يقولوا شيخ عمود، ويجلس تحتها يعلم، وإذا حانت الصلاة صلوا، وكانت حياته كذلك يعني. فقال له أحد أصحابه: نراك يعني لا هم لك إلا العلم وبيتك فقط يعني، أفلا تخرج ترفه عن نفسك، اطلع اتمشى كده، القاهرة جميلة، القاهرة من 100 سنة كانت اليابان بعتت وفد عشان تراها وترى ما فيها من جمال،
هذا أيام الملك قبل أن يعدو عليها عساكر الإجرام هؤلاء ويفعلوا فيها ما يفعلون. فخرج بعد العصر وذهب إلى واحد من الذين عندهم عربة تسمى الحنطور، وقائدها يسمى باللهجة المصرية عربجي، وهذه كلمة تركية، الكلمات التي تنتهي بالحرف جي وخانة هذه كلمات تركية لكنها دخلت في اللغة العربية عربت يعني. فقال له: بني، أريدك أن يعني تذهب بي في طرقات القاهرة تريني جمالها، لكن اعلم أن ما بين العصر والمغرب وقت قصير، فعليك أن تكون قريبا من المساجد حتى إذا أذن للمغرب ذهبنا إلى الصلاة في المسجد. كان هذا العربجي للأسف الشديد في بعض الألفاظ اللهجة العامية قد تكون مسبة، يعني نسب أحد نقول له أنت عربجي، هذا كناية أو دلالة على سوء خلقه وفحش قوله وسوء فعله. كان هذا العربجي للأسف الشديد كان عملا وصفة، فأراد أن يكيد لهذا الشيخ، والشيخ كان يعني كبير السن وكان يلبس الزي الأزهري، فدخل به في ذلك الوقت حارة من الحارات التي كانت تمارس فيها الدعارة في ذلك الوقت. ثم جاء إلى بيت من بيوت الدعارة وقال: يا شيخ، إن المغرب قد يعني أنا أوانه، فانزل في هذا مسجد، وأشار إلى بيت من البيوت التي يمارس فيها الدعارة. وكان هذا البيت له سلالم، وكان على الباب كان عليه يعني شيء من الكرسي على الباب. يقول: فصعد الشيخ على هذا الباب ثم جلس على الكرسي ولم يدخل البيت، ثم غربت الشمس وهو يراقبها، فخرجت فتاة للأسف الشديد بدون حجاب، ثم قالت له لما شافته فزعت، يعني شيخ وهيئة كده هيئة علماء ويلبس الزي الأزهري، فقال لها: بنية، أين أباك؟ أليس هذا مسجدا يا بنية؟ إن أباك قد تأخر عن أذان المغرب، فاذهبي إليه وأحضريه حتى يؤذن للمغرب. هذا من نية الرجل الطيبة، لكن الفتاة نظرت إليه وكأنها تستغربه، ما هذا الأمر يعني، تستغربه جدا يعني. ثم قال لها: لعل أباك قد تأخر وقد أذن المغرب، صفي خلفي، غطي يعني شعرك وصفي خلفي، وسأقيم الصلاة ونصلي هنا، أنا لا أستطيع أن أدخل في الداخل. الله سبحانه وتعالى عصمه سبحانه وتعالى. قال: صفي خلفي حتى أصلي وأقيم الصلاة حتى لا يضيع علي ثواب الجماعة. فأسقط في يدها، يعني جلست على ركبتها، فقال: لعلك معذورة يا بني، اللي هو عذر النساء من الحيض وغيره. لكن هذه الكلمة وكأنها وقعت في قلب هذه الفتاة، فبكت ثم حكت له قصتها، وأن هذه الدار ليست مسجدا إنما هي دار للدعارة، وقد أتت من بلاد بعيدة بعد فقد والديها، فأخذها بعض يعني تجار الحرام ووضعوها في هذا البيت تعمل فيه، فأخذها ثم ذهب بها إلى بيت من بيوت الصالحين في القاهرة لامرأة كانت تأوي أمثال هؤلاء التائبات، ثم وضعها عندها وقال: علميها، وعلميها القرآن، وعلميها الصلاة، وعلميها من الدين ما تستطيعين. ثم بعد كم شهر أحضر لها رجلا تزوجها وعاشت حياة سعيدة. انظروا إلى صلاة الجماعة وما تعود على صاحبها، فعادت على صاحبها بالخير الكثير، فتابت المرأة على يديه وعلمها الدين وزوجها وسترها. كل ذلك من رأي الحنابلة على أنها فرض، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون أن صلاة الجماعة سنة. وبحكمة مشروعية الصلاة صلاة الجماعة وبيان فضله، صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الإسلام، شرعت من أجل أن يلتقي اسمها جماعة، يلتقي المسلمون من أهل البلد المدينة
في مكان واحد 5 مرات في اليوم والليلة. وأصل المسلمين والمؤمنين ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. الأخوة هذه لابد أن تقوى روابط الألفة والمحبة بالالتقاء، ويطلع المسلم على أخيه المسلم يتحسس حاجته يقضيها إن استطاع. لكن يأتي المسلم إلى المسجد في كل يوم، كل يوم 5 مرات بيت العلم والعبادة، يتعلم أمور دينه ويمتع أذنه بسماع القرآن والمواعظ، يزداد الإيمان تشارج، يقوي يقينه، ولا يخفى ما لصلاة الجماعة من فضل عظيم تفيد طبعا، تزيد في الثواب. صلاة المنفرد أقل من صلاة الجماعة ب 27 درجة، وفي رواية 25، وإن له بكل خطوة يخطوها على المسجد حسنة ورفع درجة ومحو خطيئة، والملائكة تستغفر له ما دام ينتظر الصلاة. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدى التنبيه، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء. إسباغ يعني إتمامه، حتى في حالة البرد أو المطر أو البرد الشديد أو المرض، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوة إلى المساجد وانتظار الصلاة، فذلكم الرباط. المرابط هو الذي يقف على الحدود لحماية بلاد الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المنتظر للصلاة بالمرابط. ليه؟ لأنه يجاهد نفسه، وجهاد النفس جهاد عظيم. طيب العقد، العدد، ما هو العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ الجماعة تنعقد في غير الجمعة باثنين فأكثر، عند الشافعية وعند الحنفية في الفرض والنفل، سواء كان رجلين أم رجل وامرأة أم رجلا وصبيا مميزا، باثنين يعني. لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه عن يساره، فأخذني صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمينه، وأنا يومئذ ابن 10 سنين. يعلمه صلى الله عليه وسلم. الحنابلة وبعض المالكية أخذوا بظاهر هذا الحديث فقالوا تنعقد الجماعة برجل وصبي في النفل دون الفرض، لأنه كان النبي يصلي قيام الليل، وكان ابن عباس بات عندهم، وكان في الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند خالة ابن عباس، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ميمونة رضي الله عنهم جميعا. بعض الملكية قال لا تنعقد الجماعة برجل وصبي لا في الفرض ولا في النفل، وحديث ابن عباس هذا حجة عليهم. رجح الشوكان رأي الشافعية والحنفية، قال ليس على قول من منع من انعقاد الإمامة من معه صبي فقد دليل. كلما كثر العدد يزيد الثواب. في رواية أحمد وأبو داود من حديث أبي أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، أفضل وأكثر ثوابا وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. طيب ما تدرك به الجماعة؟ لو واحد جي صلاة المسبوق، يعني جي بعد ما خلص المم، يعني مضى بعضا من الصلوات، ركع ركعتين أو 3 أو 4، وجلس في التشهد في الصلاة الرباعية، أو 3 في الصلاة الثلاثية، أو 1 في الصلاة الثنائية الفجر، تدرك الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام. فإن وجد الإمام راكعا فركع معه حصل على ثواب الجماعة. ده مشهور مذهب المالكية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. في رواية النساء: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة كلها، أي أدرك ثواب الجماعة ويقضي ما فاته. العلماء حصل عندهم خلاف في ذلك. أنا دخلت صلاة الظهر وصليت مع الركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط، هل أقضي ما علي
ما فاتني، يعني أقرأ في الركعتين التانيين الفتحة وسورة أو آيات من القرآن، هذا رأيي. ولا أخذ بالترتيب وأعتبر أن الركعتين اللي أنا صليتهم مع الإمام هما بالنسبة إلي الأوليين، ثم أكمل ركعتين بدون فاتحة بالفاتحة بدون سورة، هذا صحيح وذاك صحيح. معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة كلها، يعني أدرك ثواب الجماعة. كثير من فقهاء الحنفية والشافعية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة قالوا بيحصل للمأموم ثواب الجماعة ولم يدرك معه إلا التشهد الأخير، يعني قبل السلام، قبل أن يسلم كبر الله أكبر الله أكبر وجلس للتشهد، وراح الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، حصل له ثواب الجماعة، قد أدرك الجماعة. استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني تجروا المشي فوق المعتاد، المشي فوق المعتاد، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، تؤدى، هدوء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأقول من سمع الأذان وأتى المسجد دون إبطاء قاصدا إدراك الجماعة وجد الإمام في التشهد الأخير فنوى الصلاة وجلس معه، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحصل له ثواب الجماعة كما قال أكثر الفقهاء. أما من سمع الأذان فأبطأ في إجابته من غير عذر، فجاء إلى المسجد وجد الإمام في التشهد الأخير، بعض العلماء يقول نشك في حصول ثواب الجماعة له، لكن الله أرأف وأرحم سبحانه وتعالى، حتى وإن أبطأ عن الحضور لكنه يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله، والحمد لله أنه ذهب إلى الصلاة وصلى. نسأل الله له لنا وله القبول.